أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. ملك إسبانيا يقاطع رواق المغرب في معرض السياحة الدولي بمدريد. على غير عادته، لم يزر فيليب السادس ملك إسبانيا الرواق المغربي في افتتاح المعرض الدولي للسياحة فيتور بمدريد اليوم الأربعاء، ولم يتوقف العاهل الإسباني كما يفعل كل عام عند الرواق المغربي، كما يؤشر على أزمة دبلوماسية حقيقية بين الرباط ومدريد بعد أحداث متتالية بينها استقبال زعيم البوليزاريو وكذا أزمة مدينة سبتة المحتلة. الملك الإسباني الذي كان مرفوقا بزوجته ووزير الصناعة والسياحة ورئيس منطقة مدريد إيزابيل دياز آيسو لم يزر الرواق المغربي ولم يلتقي أي مسؤول مغربي هناك كما فعل ذلك في الأعوام السابقة.